السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في المراجعة النهائية للغة الفرنسية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مراجعة الجرامير. في الجزء الأول من مراجعتنا هنوضح الأول إيه هي الأسئلة بتجيلك في سؤال الجرامير آخر السنة. كلنا عارفين إن أسئلة الجرامير في امتحان ثانوية عامة بتبقى عبارة عن 11 سؤال، يقولك اختار 10 من ال11 عليهم 10 درجات. طبعا انت لازم تحل ال11 عشان لو غلطت في واحدة تضمن انك تقفل سؤال الجرامير. تعالوا بقى نتعرف ايه هم ال11 سؤال اللي هيجوا لك في امتحان ثانوية عامة اخر السنة ان شاء الله. اول سؤال، صفات الاشارة للادجكتيف ديمونستراتيف. لازم يجيب لك سؤال في صفات الاشارة. صفات الاشارة اللي هي كلمة سو او كلمة سات او سات او سي، هي دي الاختيارات اللي هتشوفها في سؤال صفات الاشارة عشان تختار من الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده اللي لازم يجيلك برضو في امتحان ثانوية عامة على صفات الملكية، الزادجكتيف بوسيسيف، اللي هي مام عمي تونت عتي سونس عسي وهكذا، لازم برضو يجيب لك سؤال. السؤال اللي بعد كده سؤال أدوات التجزئة أو لزارتيكل بارتيتيف، اللي هي كلمة جو لمفرد مذكر، دو لا لمفرد مؤنث، دو الأبوستروف لمفرد يبدأ متحرك، ودي لأي جمع. طيب لازم كمان يجيب لك سؤال في حروف الجر لبروبوزيسيون. طبعا كلنا عارفين حروف الجر وهنبقى نقولها بالتفصيل لما نوصل ليها واحنا بنشرح في الأجزاء القادمة إن شاء الله. برضو لازم يجيب لك سؤال لانتروجاسيون أو الاستفهام، ولازم يجيب لك فيه سؤال اللي هي تروح تختار كي أو كو أو كاسك أو كوا كال كون كومون كومبيان بوكوا أو أو. ممكن كمان ما يجيبلكش سؤال في الاستفهام نفسه، يجيب لك الرد على الاستفهام، يعني يجيب لك سؤال وجنبه إجابة وقبل الإجابة يحط نقط ويقول لك اختار وي بمعنى نعم أو نو بمعنى لأ أو سي بمعنى بلى. كمان لازم يجيب لك سؤال في الفيمينيه التأنيث أو البلوريال الجمع، هتروح تختار صفات أو جنسيات أو مهن، تشوف الفعل ده مذكر ولا مؤنث ولا جمع، تختار له الصفة بتاعته أو الجنسية أو المهنة المناسبة ليه. لازم كمان يجيب لك سؤال تصريف أفعال conjugation، هتروح تختار زمن بريزون مضارع أو imperative أمر أو future proche مستقبل قريب أو passé récent ماضي قريب أو passé composé الماضي المركب، وغالبا هيجيبه لك في passé composé. لازم كمان يجيب لك سؤال في النفي la négation عشان تروح تختار كلمة با بتاعت النفي العادي أو بيرسون ولا شخص، غيا ولا شيء، جامي أبدا، بلو لم يعد، باز أنكور ليس بعد. لازم كمان يجيب لك سؤال في الأدفرب اللي هو ظرف، سواء كان ظرف حال أو ظرف كمية، أو يجيب لك بديل ليه درس الكومباريزون المقارنة عشان تروح تختار الحاجات اللي انت شايفها دي، تو بمؤنثها وجمعها، جمع مذكر وجمع مؤنث، كلمة بكون كثيرا، بيا جيدا، تغي جدا، ترو جدا جدا، أسي بقدر كافي، وبعد كده أدوات المقارنة كلمة ميور أفضل، بير أسوأ، ميو أحسن، بلو أكثر، مو أقل، أسي أو أوتون بقدر مساوي. طيب بعد كده آخر حاجة لي برونون بيرسونيل الضمائر الشخصية، والسؤال ده بقى بالذات يا شباب لازم يجيب لك فيه سؤالين، هيجيب لك جملتين مش جملة واحدة. كل اللي احنا شفناه قبل كده عبارة عن 9 جمل، يبقى باقي لك جملتين من ال11 بتوع جرامير، الجملتين دول لازم يكونوا على الضمائر الشخصية وهنشرحها طبعا بالتفصيل في الأجزاء القادمة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنحل تمارين كتير ومهمة على صفات الإشارة، بس قبل ما نحلها مع بعض لازم الأول نبقى عارفين إن السؤال ده بيعتمد على إنك تبقى عارف الكلمة اللي بعد النقط مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا بتبدأ بساكن ولا بتبدأ بمتحرك. طيب حكاية المذكر والمؤنث محببة جدا لقلب الراجل اللي بيحط امتحان ثانوية عامة، لدرجة إن كل سنة بيجيب من 4 لـ5 جمل من ضمن ال11 بيعتمدوا على المذكر والمؤنث، من ضمنهم صفات الإشارة. طب عشان انت ما تذاكرش كتير مين مذكر ومين مؤنث، انا هعمل لك جدول
نهايات المذكر ونهايات المؤنث اللي موجودة في الكتاب بتاعي اللي معظمكم طبعا ما بيبصش عليها أبدا. أنا حطيتها هنا في الجزء الأول في المراجعة عشان نرجع نبص عليها تاني مع بعض ونذاكر الصفحتين دول كويس جدا عشان هيوفروا علينا مجهود كبير بعد كده إن شاء الله. طيب يلا نشوف مع بعض الأول نهايات المذكر أو الماسكولا. لما أشوف كلمة آخرها أقل أعرف على طول إن هي مذكر، زي مثلا أوبيتال مستشفى، أنيمال حيوان، أي حاجة آخرها أل هي مذكر. كمان أي كلمة آخرها أس والأس طبعا ساكن مش هيتنطق، زي كلمة لبغة الزراع تبقى مذكر. أي كلمة آخرها أي أل والتلاتة على بعض يتنطقوا أي، زي كلمة لوتغافاي العمل تبقى مذكر. أي كلمة آخرها أو تي والأو جنبيها تي بيتنطق في الفرنساوي إي، زي كلمة لبغاسولي الأسورة أو الحظاظة، يبقى إيه هي نهاية مذكر. أي كلمة كمان آخرها أو إي إل والتلاتة على بعض يتنطقوا أي، زي كلمة لو سولي الشمس تبقى مذكر. أي كلمة آخرها أو أ أو والتلاتة على بعض بيتنطقوا أو، زي كلمة لو جاتو لو تابلو، أي حاجة آخرها أو تبقى مذكر ما عدا كلمتين بس في اللغة، كلمة لو المية ولا بو الجلد، دول بس مؤنثين. لكن أي حاجة تانية غير الاتنين دول هتلاقي آخرها التلات حروف دول تعرف على طول إن هي كلمة مذكر. أي كلمة آخرها إي إن والإي جنبيها إن تتنطق آ، زي كلمة لو فوازي الجار، تعرف على طول إنها مذكر. أي كلمة آخرها إي أو أر والتلاتة على بعض يتنطقوا إيي، زي لو كايي الكراسة، لو كارتيي الحي، لو كوليي العقد، يبقى أي حاجة آخرها إيي هي مذكر. أي كلمة آخرها إيون إي اتنين ال أو أن أن تتنطق إيون، زي لو بابيون الفراشة هي مذكر. أي كلمة آخرها أو أو والاتنين على بعض يتنطقوا أو، زي لو كو الرقبة مذكر. أي كلمة آخرها أو إي أر والتلاتة على بعض يتنطقوا واغ، زي لو ديفوار الواجب مذكر. أي كلمة آخرها أم أو أن تي تتنطق مو، زي لو فيتمون الملابس مذكر. أي كلمة آخرها تي أو أو أر والأربعة يتنطقوا على بعض تور، زي أورديناتور الكمبيوتر، يبقى مذكر. طيب لو احنا لاحظنا كل اللي فات ده مفيش آخره حرف أو، واحنا كلنا عارفين ان حرف الاو هو علامة التأنيث في اللغة الفرنسية، النهايات اللي قريناها كلها مفيش اخرها حرف او. تعال بقى نشوف نهايات جديدة اخرها حرف او ورغم ذلك هي مذكر. قال لي اي كلمة اخرها اج اجي او تعرف على طول انها مذكر رغم ان اخرها حرف او، زي لو فيلاج القرية. طيب قال لي ما عدا ثلاث كلمات، التلاتة دول مؤنثين، لا بلاج الشاطئ، لا باج الصفحة، ليماج الصورة. وبالمناسبة في كلمات تانية غير التلاتة دول آخرهم آج مؤنثين، بس أنت مش ملزم بيهم ومش عليك في المنهج، التلاتة دول بس اللي عندك في المنهج، ذاكرهم كويس، آخرهم آج وهم مؤنثين، بحيث إنك لو شفت أي حاجة غير التلاتة دول ولقيت آخرها آج تعرف إنها مذكر، زي مثلا لو فغوماج الجبنة، لو فيلاج القرية، أي حاجة آخرها آج مذكر ما عدا باج وبلاج وإيماج. طيب أي كلمة آخرها إي إس إم أو آخرها أو أهي ورغم ذلك دي نهاية مذكر، زي اسم لو سيكليزم ركوب الدراجات هي مذكر. الكلمة الوحيدة في اللغة الفرنسية اللي آخرها اسم وهي مؤنثة هي لاتليتيزم ألعاب القوى، وبرضو عندك في المنهج في اليو تي اي بتاع الرياضة، يبقى أي حاجة آخرها إيزم مذكر ما عدا أتليتيزم هي الوحيدة اللي مؤنثة. أي كلمة آخرها سكوب، زي أوروسكوب تيليسكوب، أي حاجة آخرها سكوب هي مذكر. وكمان أي حاجة آخرها فون، تيليفون، جرامافون، إكسليفون، أي حاجة آخرها فون هي مذكر. طيب تعالوا بقى نشوف نهايات المؤنث الفيميناه، وهتلاقي كل نهايات المؤنث آخرها حرف أو. ما احنا لسه قايلين إن حرف الأو
هو علامة التأنيث في اللغة الفرنسية. أي كلمة آخرها إيه عليها أكسون إيجو وجنبيها إيه تانية مكتوبة حاف كده، تعرف على طول إن الكلمة دي مؤنثة، زي لا جورني النهار. قال لي برضو ما عدا 3 كلمات آخرهم النهاية دي، ورغم ذلك هما مذكر: لو ليسي المدرسة الثانوي، لو ميزي المتحف، لو سكارابي الخنفسة. التلاتة عندك في المنهج، والتلاتة دول مذكر، أي حاجة غير التلاتة دول تبقى مؤنثة. أي كلمة آخرها إي أو زي مثلا فارماسي الصيدلية تبقى مؤنثة، ما عدا كلمتين لانسوندي ولو بارابلوي الحريقة والشمسية، دول بس اللي مذكر. أي كلمة آخرها إي أس أو زي لافاليز الشنطة مؤنثة. أي كلمة آخرها إي وجنبيها أو على أكسون غراف أغ أو الأربعة اتنتو إيار زي كلمة لا كويزينيير الطباخة أو البوتاجاز، أو لانفيرميير الممرضة، تعرف على طول إن دي نهاية مؤنث. أد وأد وأد أد وأد وأد دول نهايات مؤنث زي لا بالاد الفسحة، برومناد نزهة، أي حاجة آخرها أد هي مؤنثة. كلمة واحدة بس آخرها أد وهي مذكر، وهي كلمة لوستاد الاستاد الوحيدة اللي مذكر. أي حاجة آخرها أود زي لا مود الموضة مؤنثة. أي حاجة آخرها إد زي إتشيد الدراسة مؤنثة، يبقى أد وأد وإد. طيب أي حاجة آخرها إير إي أغ أو زي فواتور السيارة تبقى مؤنث. أي حاجة آخرها إي إي اتنين ال أو زي فامي العائلة تبقى مؤنثة. ال و اس و ات أو اتنين ال أو أو اتنين اس أو أو اتنين تي أو دي نهايات برضو مؤنث، زي فمل الأنثى، فيتاس السرعة، راكات المضرب. ما عدا يبقى أي حاجة آخرها أت مؤنثة، ما عدا كلمة واحدة اسمها سكلت الهيكل العظمي اللي خدناه في سنة أولى. طيب أي حاجة آخرها أونس أو أن سي أو، تعرف على طول إن الكلمة دي مؤنثة، زي لابسونس الغياب. الكلمة الوحيدة اللي آخرها أونس مذكر اسمها لو سيلونس يعني الصمت، نذاكر ما عدا ده عشان مهم جدا. أي حاجة آخرها أونس برضو نفس النطق بس بتبدأ بأ أ أن سي أو زي فاكونس الأجازات، دي كلمة مؤنثة. أي حاجة آخرها تغيس تي أغ إي سي أو تغيس زي أكتريس الممثلة، دي نهاية مؤنث. أي حاجة آخرها تي تي أو بس الأو هنا عليها أكسون إيجو يتنطق على بعض تي زي أكتيفيتي النشاط، هي نهاية مؤنث. الكلمة الوحيدة اللي آخرها تي وهي مذكر في اللغة اسمها كاراتي الكاراتيه، لعبة الكاراتيه طبعا اللي شفناها في نيو تي اي بيتكلم عن الرياضة. طبعا في كلمة تانية اسمها كوميتي لجنة، دي مش عليك انت، ذاكر بس كاراتيه ان هي مذكر وهي الوحيدة اللي مذكر رغم ان اخرها تي. طيب النهاية الوحيدة في نهايات المؤنث اللي ما فيهاش او في الاخر هي النهاية اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، اي او ان يتنطوا على بعض ايون، زي مثلا ناتاسيون، اوبينيون، ريجيون، اي حاجه اخرها ايون، تلفزيون، تعرف على طول ان الكلمه دي مؤنثه وما فيهاش استثناءات ما فيهاش معاد. طيب يلا بينا نبدا بقى. اول سؤال هنشوفه في الامتحان اللي هو سؤال صفات الاشاره للزادجكتيف ديموستراتيف. ايه هي صفات الاشاره؟ صفات الاشاره حاجه اسمها سو معناها هذا، تتحط قبل أي مفرد مذكر بيبدأ بحرف كونسون يعني حرف ساكن. وفي كلمة اسمها سات برضو معناها هذا، لأي مفرد مذكر بيبدأ بحرف فويل يعني حرف متحرك. وكلمة اسمها سات معناها هذه، دي بتتحط قبل أي مؤنث سواء كان بيبدأ بساكن أو بحرف متحرك. وكلمة اسمها سي بمعنى هؤلاء، دي تتحط قبل أي جمع سواء كان جمع مذكر جمع مؤنث بيبدأ متحرك بيبدأ بساكن، مش هتفرق طالما هو جمع يبقى لازم احط له سي. تعال نشوف امثله: سو ليفغ هذا الكتاب،
مفرد اهو، الكتاب مذكر بيبدأ بحرف ساكن، حطيت سو. سو ستيلو، هذا القلم الجاف، برضو مفرد مذكر بيبدأ بساكن، حطيت سو. ساتوم، هذا الرجل، كلمة أم معناها رجل، طبعا مفرد مذكر بس بيبدأ بحرف أش، والأش هنا متحرك، عشان كده ما قدرتش أحط سو العادية، حطيت سات بتاعة المتحرك. ساتامي، هذا الصديق، الصديق بيبدأ بحرف آ، حرف فويال متحرك، فلما جيت أحط هذا اضطريت أحط سات بتاعة مفرد مذكر بيبدأ متحرك. طيب كلمة في معناها بنت، يبقى لما أقول هذه البنت حطيت سات بتاعة المؤنث. طيب أمي، صديقة، أخرها إيه أهو للتأنيث، تبقى مؤنثة. أه بتبدأ متحرك لكن ما تفرقش، طالما هي مفرد مؤنث ملهاش غير صفة إشارة واحدة اسمها سات بمعنى هذه. أي جمع بحط له سي، كلمة فم هنا بمعنى سيدات، آخرها أس، يبقى جمع مؤنث، حطيت قبليها سي بتاعة الجمع. سي زوم، هؤلاء الرجال، آخرها أس برضو، يبقى جمع، يبقى برضو حط سي بمعنى هؤلاء. يلا بقى نحل. أنا حاطط لك هنا أهم جمل ممكن تشوفها في امتحان الثانوية العامة إن شاء الله. نقط أنفون، أنفون معناها طفل أو طفلة، خلي بالنا يا جماعة عشان الكلمة دي لا تؤنث، يعني لما تيجي تأنثها وتقول طفلة ما تحطلهاش إيه للتأنيث، تسيبها زي ما هي. طيب هعرف منين يا مسيو هو هنا يقصد طفل ولا طفلة؟ يعني هنا هحط هذا ولا هذه؟ أكمل قراية الجملة، هخبط في صفة تعرفني، جورموند معناها شرهة أو مفجوعة، آخرها إيه للتأنيث، الصفة هنا مؤنثة آخرها إيه، يبقى هنا معناها طفلة، يبقى محتاجة كلمة سات بمعنى هذه. الجملة اللي بعد كده، إيلاف، إيلاف كلنا عارفين إن معناها تلميذ أو تلميذة، مذكرة زي مؤنثة. طيب هنعمل إيه يا مسيو؟ قلنا نكمل قراية لغاية ما نوصل للصفة كلمة أكتيف بمعنى نشيط. الكلمة دي لو عايز يأنسها هيشيل حرف الأف اللي في الآخر، يحط في أو، تبقى أكتيف، نشيطة، لكن هنا هو كتابها مفرد مذكر، يبقى إلاف هنا معناها تلميذ مش تلميذة. يبقى عايزة هذا ولا هذه؟ طبعا عايزة هذا. طيب بصيت في الاختيارات لقيت اتنين هذا، الأولى والتانية، مين ينفع في كلمتي دي؟ ها طبعا لازم التانية، برافو عليكم، لأن إلاف بتبدأ متحرك. الجملة التالتة، On va acheter، احنا راح نشتري، نقط اكسسوار، كلمة اكسسوار مفرد مذكر رغم ان اخرها حرف اي، الكلمة دي مفرد مذكر يا جماعة، يبقى عايزة هذا، انهي هذا؟ بتبدأ بساكن ولا متحرك؟ متحرك، يبقى لازم اختار هذا اللي اسمها سات. الجملة اللي بعد كده، لقيت بعض النقط كلمة اسمها غوبا، كلنا عارفين غوبا معناها وجبة أو وجبات، لأن احنا عارفين إن أي مفرد آخره أس لما أجي أجمعه بسيبه زي ما هو، لأن الأس أصلا هي علامة الجمع في اللغة الفرنسية. يبقى أنا دلوقتي محتار في الاسم اللي بعد النقط ده، هل هو مفرد ولا جمع؟ طيب نعمل إيه؟ اتفقنا هنعمل إيه؟ نكمل قراية. فوجئت بإيه؟ ديليسيو، صفة. طيب كلمة ديليسيو معناها لذيذ أو لذاذ، برضو دي مفردها زي جمعها، يبقى ايه الفاصل في الجملة دي اللي هيعرفني ان الاسم ده مفرد ولا جمع؟ مش الصفة بس، لا ده ممكن كمان تصريف الفعل. هنا كاتب ايه؟ يكون، ما قالش صون يكون، يبقى تصريف الفعل هو اللي عرفني الاسم ده مفرد ولا جمع. هنا طلعت وجبة واحدة بدليل انه مصرف فيرب اتر قدام هو او هي، فكاتب ايه؟ او اس تي، يبقى هنا عايز هذا ولا هؤلاء؟ طبعا عايزه هذا، سو. الجمله اللي بعد كده، بروجرام، بروجرام معناها برنامج، البرنامج يا شباب زيه زي الاكسسوار اخره او، ورغم ذلك هو مذكر، يعني عايزه هذا مش هذه، يعني الاجابه الاولى. رقم ستة، كلمة موديل، موديل معناها نموذج أو موديل، بنقولها موديل بالعربي، برضو آخرها أ، ورغم ذلك هي مذكر. أنا حاطط لك هنا كل الشواذ اللي آخرها حرف أ، عشان لو حب يضحك عليك آخر السنة هيجيب لك جملة زي دي، كلمة آخرها أ بعد النقط، فساعدتك تفتكرها مؤنثة،
فتروح تختار هذه، لا موديل مذكر، يبقى عايزة هذا الإجابة الأولى سو. الجملة اللي بعد كده رانج، فرب رانجي بمعنى يرتب، متصرف هنا في صيغة الأمر، فواحد بيقول رتب ملبسك فاتمون أو هذا الملبس. كلمة فاتمون آخرها إيه؟ آخرها مو، لسه شايفين من شوية نهاية المذكر، اللي أي حاجة آخرها مو تبقى مذكر. طيب يبقى عرفنا إن فاتمون هنا مفرد مذكر، يبقى عايزة هذا ولا هذه؟ طبعا عايزة هذا. أنهي هذا؟ الإجابة الأولى، مش هينفع التانية لأنها مش بتبدأ بحرف متحرك. رقم 8، كاماراد. كلمة كاماراد معناها زميل أو زميلة، واتفقنا لما نلاقي الاسم اللي بعد النقط ما نش عارف هو يقصد بيه مذكر ولا مؤنث، هكمل قراية لغاية ما أخبط في الصفة تعرفني. سوريان معناها بشوش أو مبتسم، ما قالش سوريانت، مش هتطلع قول التأنيث، يبقى كاماراد هنا طلعت مفرد مذكر بمعنى زميل، يعني عايزة كلمة هذا سو الأولى. رقم 9، نقط أنوراك. أنوراك معناها سترة واقية من المطر. طيب الكلمة دي يا شباب مذكر ولا مؤنث؟ مبدئيا كده هل آخرها حرف إ؟ لا. طب هل آخرها إيو إي أو إن؟ لا، تبقى وش كده مذكر. يبقى أي كلمة مفيش آخرها إ أو مفيش آخرها إيو تعرف على طول إنها مذكر من غير ما تفكر. بس أشوف بقى بتبدأ بحرف ساكن ولا متحرك، يعني عايزة أنهي هذا سو ولا سات. طبعا هنا أنوراك بتبدأ بحرف آ، ده حرف فويال متحرك، يبقى عايز هذا اللي اسمها سات. رقم 10، بيي. بيي معناها بلد أو بلاد، لأن هي أصلا في المفرد آخرها أس، يبقى لما أجي أجمعها وأقول بلاد هسيبها زي ما هي. اتفقنا لما أحتار في الاسم اللي بعده النقط هو مفرد ولا جمع أعمل إيه؟ أبص لتصريف الفعل اللي جاي وراها، هنا لقيت إيه؟ يكون، ما قالش سون يكونوا، يبقى طلعت بلد واحدة مش بلاد كتير، يعني عايزة هذا مش هؤلاء، يعني الإجابة الأولى. 11، جام بوكو، أحب كثيرا هذا الحيوان. أنيمال آخرها إيه؟ أل، قلنا من شوية أي حاجة آخرها أل تبقى مذكر. طيب بتبدأ بإيه؟ حرف ساكن ولا متحرك؟ الأ ده متحرك، يبقى عايزة هذا اللي اسمها ست. 12، فيس. فيس معناها ابن أو أبناء. طيب قلنا هنعمل إيه لما أختار من مفرد وجمع؟ أبص لتصريف الفعل، هنا بقى لقيت سون يكونوا، هنا مصرف فيرب أتر قدام الجمع إلافاك أس أو ألافاك أس، طلعت أبناء مش ابن، يبقى عايزة هؤلاء سي بتاعت الجمع. 13، إلزون فيزيتي، هم زاروا هذه المنطقة ريجيون، آخرها إيه يا شباب؟ إيون، قلنا من شوية أي كلمة آخرها أو أو إيون تعرف إنها مؤنثة، يبقى ريجيون طلعت مؤنثة، يبقى عايزة هذه ست الإجابة التالتة. موا معناها الشهر، هذا الشهر، كلمة موا مذكر، يبقى عايزة هذا كلمة سو. طيب افرض ما جابليش الشهر، جابلي مثلا السنة، السنة معناها أني، الأني مؤنثة، يبقى السنة مؤنثة الشهر مذكر. طب ايه أقل من الشهر؟ الأسبوع سمن، السمن مؤنث. طب ايه أقل من الأسبوع؟ اليوم جور، الجور مذكر. يبقى انت عشان ما تنساش امشيها بالترتيب من فوق لتحت، أعلى حاجة السنة مؤنثة، بعديها الشهر أقل شوي الشهر مذكر، بعديها أقل شوية الأسبوع مؤنث، بعديها أقل اليوم الجور مذكر، يبقى مؤنث مذكر مؤنث مذكر، يبقى هنا عايزة هذا الإجابة الأولى. 15، أولوج معناها ساعة حائط. طيب ساعة حائط بتنتهي بحرف أ أهو تبقى مؤنثة. طيب هتقول لي يا مسيو بتبدأ بحرف متحرك، هل أحط لها بتاعة المتحرك؟ لا، طالما خلاص عرفت إن هي مؤنثة يبقى مينفعهاش غير كلمة ست، هذه الإجابة التالتة. 16، سامو فا، ذلك مناسب ليا، هذا القميص شميز أخيرا أهو تبقى مؤنثة، يبقى الإجابة ست التالتة. لكن بص هنا بقى
tu portes, أنت ترتدي أو أنت ترتدي شوميزيي. إيه الفرق ما بين شوميزيي وشوميز؟ شوميز هنا لأخرها إيه؟ ده القميص الرجالي، وفي فرنسا هو مؤنث. لكن هنا شوميزيي ده القميص الحريمي، في فرنسا هو مذكر. وأنا عارف إن أي حاجة آخرها إيي في نهاية المذكر اللي شفناها تبقى دي الكلمة دي مذكر، يبقى عايزة هذا يعني الإجابة الأولى. Vous pouvez، حضرتك تستطيع، prendre، تأخذ هذا الطريق. route، route معناها الطريق، والكلمة دي يا شباب مؤنثة، يبقى عايزة هذه cette. hiver يعني الشتاء. اعرف برضو ان كل فصول السنة مذكر، وكل ايام الاسبوع مذكر، وكل شهور السنة مذكر. يبقى hiver بمعنى الشتاء، عايزة هذا، بس اني هذا الاولى ولا التانية؟ الأش هنا حرف متحرك، يبقى لما أقول هذا الشتاء أختار سات الإجابة التانية. رقم 20، كور اللي معناها حصة أو محاضرة. هتقول يا مسيو ما ممكن تكون معناها حصص، أنت قلت المفرد زي الجمع لما يكون المفرد آخره أس. طيب يبقى هنعمل إيه؟ هنكمل قراية لغاية ما نخبط في الفعل، لقيت إيه؟ يكون. يبقى دي طلعت حصص ولا حصة واحدة؟ هي حصة واحدة. الحصة في الفرنساوي مذكر، يعني عايزة هذا، يعني الإجابة سو. Le professeur، المدرس، va répondre، راح يجيب على هذا السؤال. question، آخرها إيه دي؟ ايون. أي حاجة آخرها ايون وش كده هي مؤنث، يبقى عايزة هذه سات التالتة. soir يعني المساء. طيب اعرف برضو كل فترات اليوم مذكر، هذا الصباح، هذا المساء، هذا منتصف الليل، أي فترة من فترات اليوم هي مذكر في الفرنساوي، يبقى هنا عايزة هذا يعني الإجابة الأولى. طيب يبقى خلاصة الكلام يا جماعة عشان ما نحتارش كتير واحنا بنحل السؤال. لما تلاقي الكلمة اللي بعد النقط مفيش آخرها إ ومفيش آخرها إيون، إي أو إن، وش كده الكلمة دي مذكر من غير ما تفكر. تاني، ما فيش اخرها حرف ا وما فيش اخرها ايون، يبقى دي مذكر وما تفكرش. لكن لو لقيت الكلمه اخرها حرف ا ابتدي فكر بقى، لان في كلمات مذكر اخرها ا وكل الكلمات المؤنثه اخرها ا. يبقى تاني، لو ما لقيتش ا او ما لقيتش ايون يبقى مذكر وما تفكرش. لكن لو لقيت ا ابدا فكر، هل الكلمه اللي اخرها ا دي اللي قدامي هي مذكر ولا مؤنث؟ تاخد هذا ولا هذه؟ وبكده كنت انتهت حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في الجزء الثاني من مراجعه الجرامير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.